حدث في مثل هذا اليوم 7 أيار رقم لصفحة سوداء من تاريخ بيروت ضمن فقرة مثل اليوم التي تنطلق الليلة مع الزميل ريكاردو شديع. لعشر ساعات وصلت الليلة بالفجر طالت جلسة 5 أيار 2008 الوزارية برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وسط صخب سياسي. اتصالات داخلية وخارجية مكثفة ما قبل وخلال الجلسة لم تمنع صدور القرارين اللذين أشعلا نار 7 من أيار. انقسام حاد بين الوزراء شهده الاجتماع حول أمرين: الأول تفكيك شبكة اتصالات حزب الله الخاصة، وهو الملف الذي أثاره حينها وزير الاتصالات مروان حميدي الذي نقل عنه في أكثر من لقاء مع دبلوماسيين أجانب قوله إن شركة إيران للاتصالات تسيطر على لبنان. لكن الحزب قابل هذا المنطق بإبلاغه مسؤولين أمنيين لبنانيين بأنه سيتعامل مع أي مس بشبكة اتصالاته كما لو أنه عدوان إسرائيلي. الأمر الثاني إقالة قائد جهاز أمن المطار حينها العميد وفي إشآر. نقل عن الرئيس سنيورة في كتاب تحت عنوان بين الفوضى اللبنانية والتفكك السوري للوزير السابق شار رزق قوله: الجميع يعرف أنني لم أكن متحمسا للقرارين، ليس لعدم اقتناع بهما ولكن لعدم تلاؤم توقيت اتخاذهما مع الظروف الدقيقة التي كانت سائدة. اعتبرت المعارضة القرارين انقلابا على البيان الوزاري المرسخ للمقاومة واشتعلت أحداث 7 من أيار. إذا أراد حزب الله أن يستعمل سلاح إشارة، إن عبر شبكة اتصال سلكية أو لا سلكية أو غيرها، فإن ذلك يجب أن يكون بمعرفة الدولة اللبنانية. أنا أعلن 7 أيار يوما مجيدا من أيام المقاومة في لبنان. قائد الجيش العماد ميشيل سليمان الذي سيصبح رئيسا بعد هذه الأحداث أوصى جيشه باليقظة لدرء الفتنة. أوامرنا كانت قطعا التدخل ومنع أي مسلح. أما زعيم بيروت سعد الحريري فقد رفض التسلح لمواجهة أبناء بلده. أنا ما أقبل ولا حقبل أنه فوت بأي لعبة دم بهذا. أخطأت بالحسابات نعم، لأنه كانت تحمست. كنا كلنا محمسين. قبل 7 أيار قبل المشكل بالضبط استشعر الجيش اللبناني إشكالية. الضباط اللي على الحواجز على الأرض عم ترفع إفادات في وضع شاذ. بيقوم الجيش اللبناني ليل 4 صباح 5 أيار بحرق قوى الاحتياط تبعوله، بتبلش الاشتباكات بكفر شيما ومسمى وبكفر شيما أيضا يعمد الجيش اللبناني إلى ملء فراغات الفوج المجول بوحدات من لواء 11، وبينسحب هالفوج وبينشر بين كفر شيما بين شويفات وصحراء الشويفات فصل وعزل. نتج عن هذه الأحداث مقتل 71 شخصا نتيجة الصدمات المسلحة بين فريقي المعارضة والموالاة في مختلف المناطق التي شهدت على مجازر في الجبل وأخرى بحق القوميين في حلبة ودمار كبير في الممتلكات في بيروت ومحيطها. خجلت بيروت من أبنائها، جرحت المدينة بعنفوانها، فهي المدينة التي قاومت المحتل الإسرائيلي كان صعبا عليها أن تقاوم أبناء جلدتها. أما سياسيا فسحبت الحكومة القرارين الصادرين عنها لتنتقل بعد ذلك البلاد نحو مرحلة التسوية السياسية تحت سقف اتفاق الدوحة.